إذن إيران تتمسك ومتمسكة ببرنامجها النووي ولن تقبل بأي مقترح للتوصل إلى اتفاق جديد. هذا ما أعلنه السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب في رده على مقترح رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اعتبر أن طهران انتهكت انتهاكات كثيرة للاتفاق بما بات يتعذر العودة إلى ما كان عليه من اتفاق سابق بمجرد أن يتولى الرئيس الأمريكي جو بايدن المنصب في البيت الأبيض الشهر المقبل. تصريحات تزامنت وما كشفت عنه الأسوشيتد بريس من صور للأقمار الاصطناعية تظهر قيام طهران استئناف أعمال البناء في منشأة فوردو النووية جنوب طهران. تصلب في مواقف إيران ربما وتصلب في أفعالها يدفع باتجاه تساؤلات من بينها: هل تستطيع إيران بالفعل أن تمتلك قنبلة نووية؟ وما هي أعمال البناء تلك؟ لا تفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني كما يقول سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران متمسكة برفضها إطلاع الوكالة على معلومات بشأن أنشطتها السرية داخل منشئاتها النووية. جاء الموقف الإيراني عقب تصريح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن إنعاش الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى بحاجة إلى إعادة صياغة وربما اتفاق جديد، خصوصا بعد وصول الرئيس الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة. واعتبر غروسي أن إيران انتهكت الاتفاق مرات عدة عقب انسحاب الولايات المتحدة بشكل يتعذر معه العودة للوضع السابق. ورجح سياسيون أمريكيون أن طهران رهنت على الإدارة الأمريكية الجديدة في شق طريقها مجددا نحو تفعيل الاتفاق النووي، متناسية أن بايدن اشترط امتثال إيران الصارم للاتفاق مقابل الانضمام إليه مجددا. إلا أن الكشف الأخير عن أنشطة في منشئة فوردو النووية السرية والذي نشرته وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية سلط الضوء على سلسلة الانتهاكات المماثلة التي ارتكبها النظام الإيراني منذ عام 2018، وهي علامة كما يرى الخبراء العسكريون على إعادة توجيه البرنامج النووي باتجاه أنشطة محظورة وأبرزها تخصيب اليورانيوم. وتؤكد تقارير أجهزة الاستخبارات الغربية قدرة منشئة فوردو المحصنة تحت الأرض على تخصيب اليورانيوم بسرعة قياسية، وتضع إيران نصب أعينها رفع العقوبات الأمريكية شرطا للتراجع عن خطواتها بتخصيب اليورانيوم. وبحسب وسائل إعلام غربية فإن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يقترب من 2.5 طن، وهو أقل من مخزونها قبل الاتفاق، وهي تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يبلغ 4.5%، وهو ما يتخطى الحد المنصوص عليه في الاتفاق والبالغ أقل من 4%. إذن أنشطة جديدة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية جنوب غرب العاصمة طهران تتكتم عليها طهران منذ سبتمبر الماضي، أظهرتها صور الأقمار الاصطناعية منشآت جديدة مقاومة للزلازل في الموقع الذي يعتبر من أهم المنشآت النووية الإيرانية كما نتابع في الخارطة. مفاعل فوردو النووي بني بشكل سري في عام 2002 بمحافظة قم وتحول إلى محطة للطاقة في عام 2009. طبعا أقيم المفاعل على عمق 80 مترا تحت الأرض في منطقة جبلية تحاط بالصخور الصلبة لحمايته من الهجمات. كما نشر الجيش في محيط المفاعل أنظمة الدفاع الجوي الروسي S-300. ووفق معهد العلوم والأمن الدولي الأمريكي فإن مفاعل فوردو قادر على تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 20%. وجاء إعلان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة فوردو للطرد المركزي ليثير القلق المجتمع الدولي حول أن إيران تتوجه فعلا لامتلاك السلاح النووي. وحول هذا الموضوع إلى باتريك كلاوسون مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ومن فيينا عامر البياتي الصحفي المختص بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. دعني أبدأ معك عامر البياتي بخصوص التصريحات الأخيرة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنه الاتفاق القديم مع إيران لا يمكن الاستمرار به إذا أرادت الولايات المتحدة العودة مرة أخرى في عهد بايدن، وأنه لا بد من التفاوض على اتفاق آخر بسبب الانتهاكات التي قامت بها إيران. ماذا لديك أكثر؟
الحقيقة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافع جروسي، الجهة التي تشرف على عمل الوكالة هو مجلس محافظي الوكالة، وهم من المجموعات الجغرافية من أنحاء العالم. إذا هناك إجماع باتفاق جديد، لأن إيران قامت بالخرق وهناك شكوك في مفاعل فردو. وأنا في أعمالي الصحفية ذهبت إلى إيران على مشارف أراك، مفاعل أراك مثل فردو في الجبال، لديه شكوك، لديه شكوك كبيرة. ربما إيران تعمل على برنامج سري، لأن أيضا لديها علاقات مع كوريا الشمالية وتستطيع إجراء اختبارات سرية على الكمبيوتر. كذلك يعني هذه الأجهزة الطرد المركزي المتزايدة والمخزون من اليورانيوم يصل ب20% إلى ما قبل الاتفاق، يعودون ليعتقدوا أن الرئاسة الأمريكية ستوافق على هذا، ولكن هذه السياسة خاطئة. طيب، أنا أشك أن ولكن إيران عامر، تعمل فقط على أنا أريد أن أقف معك عند موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هل هذا يعني أنه لأنه تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختلفة تماما عن هذه التصريحات؟ التقارير تقول أنه إيران تتعاون، حتى أن إيران تقول تراجعها في بعض بنود الاتفاق النووي يأتي وفقا للاتفاق الذي يسمح لها بذلك. أنا سؤالي مباشرة لك، هل قد تخرج وكالة الطاقة الذرية بصورة رسمية وتقول إنه إيران انتهكت الاتفاق النووي؟ الحقيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وجميعها حيادية. لا تستطيع الوكالة، كما قلت لك، مجلس محافظين من أنحاء العالم، فيه يعني خبراء وسياسيون، ولكنها عامر وهم ولكنها تقول إنه إيران متعاونة. إذا كانت تقول أنها متعاونة، لماذا لا تستطيع أن تقول العكس إن لم تكن إيران متعاونة؟ هذه لهجة دبلوماسية ليست في الوكالة، في جميع المنظمات الدولية، لكي يريدوا أن تعود إيران للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم منع المفتشين، رغم أن إيران وقعت على البروتوكول الإضافي. يجب أن تسمح للمفتشين بدخول إيران بدون قيد ولا شرط، لأن البروتوكول الإضافي واضح وهم موقعين عليه. يعني مع الأسف الشديد في السنوات الماضية إيران اعترفت رسميا أنها كانت تقوم على برنامج يعني سري تسليحي، ولكن المفتشون للوكالة عثروا على آثار على هذا البرنامج، وإيران اعترفت، وأنا كنت موجود يعني في هذه طيب، الشيء. يعني هذا كلام إيران مهم سأعود اعترفت. إليك، ويعني ودعني أضيف أيضا سيد كلاوسون، إيران تشتكي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقول أن التفاهمات والاتفاقات بخصوص التفتيش لابد أن تكون سرية، وأن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا تخرج وتقول أنها فتشت هنا أو وجدت ذلك أو ذاك. الأسئلة التقليدية هنا سيد كلاوسون، إذا كان هذا البرنامج شفاف وللأغراض السلمية، لماذا الإخفاء؟ لماذا المفاعلات النووية تحت الأرض وبين الجبال؟ تفضل سيد باتريك. هذه أسئلة ممتازة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقي على الأسرار التجارية التي قد تكون مفيدة للشركات، ولكن في حالة إيران هذا ليس له ذو صفة. إذا لا يوجد سبب للسرية إلا أن إيران لا تريد الإيران من المجتمع أن يعلم بأسرارها السابقة وانتهاكاتها السابقة، وهي تشعر بأنها غير ملتزمة بالقيود الخاصة بالاتفاق النووي، وبالتالي إيران تفعل عدة أشياء وهي ليست بحالة امتثال مع الاتفاق النووي. عدة أشياء مثل ماذا؟ هل الأمر خطير وإنه إيران قريبة من امتلاك سلاح نووي؟ الأسلحة النووية أشياء معقدة، ونعلم من الأرشيف النووي التي حصل عليه الإسرائيليون أنه سيكون من الخطأ إنتاج قنبلة واحدة حسب ما يعلم الإيرانيون، لأنه لن يكون الأمر كافي، وبالتالي إيران ستنتظر فترة حتى تكون لديها القدرة أن تبني
5 قنابل أو ترسانة صغيرة من الأسلحة، وهذا سيستغرق سنوات قبل أن تصل إيران إلى هذه المرحلة. ونأمل أنه سيكون لدينا أخطار مسبق إذا قررت إيران الذهاب في هذا المسار. هذا سيعطينا وقت للدبلوماسية مع إيران لإقناعهم بالتخلي عن هذا المسار. ماذا تأخذ من تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قامت بما يكفي من انتهاكات للاتفاق النووي، وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العودة مرة أخرى في عهد إدارة جو بايدن فلا بد من التوصل إلى اتفاق جديد؟ بعض نصوص الاتفاق النووي ستكون من المستحيل العودة إليها فيما يتعلق مثلا القيود حول الأبحاث. إيران قامت بالأبحاث ولا يمكن أن تعكس هذه أو تقلب هذا النتيجة. إذن هو على حق، لابد من وجود اتفاق جديد، ولكن هذا يؤدي إلى طبقة جديدة من المتاعب والمشاكل، لأن الكونغرس الأمريكي مرر قانون في 2015 أنه أي اتفاق جديد لابد أن يعرض على الكونغرس للموافقة عليه، والجمهوريون الآن يسيطرون على الكونغرس، وبالتالي سيكون من الصعب لإيجاد سبيل لبعث اتفاق النووي مرة أخرى دون أن يكون هناك اتفاق يتطلب الذهاب أو العودة إلى الكونغرس للموافقة عليه. ولكنك أشرت إلى مسألة الدبلوماسية، وأنت تعرف أن الاتفاق النووي وقع في عهد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وجو بايدن كان نائبا للرئيس في ذلك الوقت. مقاربة جو بايدن ستكون دبلوماسية أكثر في رأيك؟ نعم، ولكن هناك فرق كبير معه من أوباما. أوباما كان مهتم بالتأكيد للحصول على اتفاق وملتزم بذلك، كل حياته السياسية كانت ضد الانتشار النووي. جو بايدن يريد أن يسوق لديه صفقة مع إيران ولكنها ليست أولوية قصوى، هناك الكثير من الأمور الأخرى على عاتقه. إذا دفع الإيرانيون أكثر من اللازم ضد الولايات المتحدة، بايدن سيقول انسوا الأمر لن ندخل في هذا الاتفاق. بايدن لن يضحي بكل شيء من أجل أن يحصل على الاتفاق. لديك إضافة في هذا الاتجاه سيد عامر؟ الحقيقة إيران إذا تنتج قنبلة واحدة تحتاج إلى سنة إلى سنتين، وعليها التخصيب اليورانيوم بنسبة 90% على الأقل، وهذا خط أحمر لأنها قبل شروق الشمس ستضرب من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، خطوط يعني حمراء لا تستطيع تخطيها إيران، ويتعلم ذلك ولكن تعمل بالخفاء. وأني أتساءل منذ قيام تأسيس نظام الملال الإرهابي لديه ميليشيات في الداخل يعتمد على الميليشيات، إيران ليست دولة يعني هذا واضح، ولديهم ميليشيات تابعة لهم في العراق وعلى حزب الله الإرهابي وفي اليمن على الحوثيين وفي سوريا وفي كل أماكن يعني عديدة، يريدون أن يظهروا أنهم قوة فاعلة، ولكن إذا كانوا يعملون على برنامج سلمي لماذا لا يكشفون أو يتعاونون مع الوكالة والمجتمع الدولي؟ إذن لديهم يعني طموحات وهم أكدوا في السابق، وهذه وثائق الوكالة اعترفوا، قالوا أن في طور الأبحاث والتجريب، الأبحاث تجر، هم إيرانيون لديهم المعرفة لإنتاج قنبلة نووية، ولكن الذرة ترشح إلى الهواء والحجر والشجر وتراقب من قبل المخابرات الدولية الأمريكية أو الإسرائيلية وغيرها، لا تستطيع عبور خطوط حمراء بهذه السؤال لأنها مراقبة حتى من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن أتساءل مرة أخرى يعني، ولكن أنت عامر طبعا بالتأكيد كنت تتابع حتى قبل التوصل إلى الاتفاق النووي في 2015، إيران كانت متشنجة جدا في تصريحاتها. الآن في ظل الضغط الشديد من قبل الإدارة الأمريكية وهذا الكلام الأخير من قبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اتفاق جديد، هل يمكن أن تكون هذه تصريحات فقط إيرانية لرفع السقف وأنهم في النهاية سيجلسوا إلى الطاولة؟ الحقيقة هم مثل المقامرون والمغامرون، يريدون رفع السطح كما تفضلت، هذا صحيح، ويحاولون إطلاق بالونات يعني إعلامية يعتقدون أنها ستأتي بنتائج جيدة،
ولكن حتى الرئيس الأمريكي القادم هو أمريكي، والكونغرس الأمريكي إذا كان محافظون أو ديمقراطيون هم أمريكان، لا أعتقد يستطيعون التعاون أو بدون اتفاق. يعني أعطي الكلمة الأخيرة للسيد باتريك عن الطريقة المثلى للتعامل مع إيران إذا كانت الحرب ليس خيار موجود على الطاولة، وإذا كانت مسألة أيضا تغيير النظام ليست خيارا موجودا على الطاولة، ولكن كما ذكر عامر قبل قليل مسألة إيران وعبثها في المنطقة ليست فقط الخطر النووي، يعني اختر أي عاصمة تتواجد فيها إيران أو تتدخل فيها وانظر إلى المشهد فيها، ستراه سيئا جدا. فريق بايدن متفائل بأنه من خلال العمل مع الدول الأخرى في المنطقة وفي الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد يمكنهم أن يشكلوا توافق جديد، ولكن إيران عليها أن تغير من سلوكها، وإيران ستقول حسنا علينا أن نصل إلى حل وسط. هذا طبعا أمر يدعو للتفاؤل، ولكن فريق بايدن على ثقة بأنه يمكن أن يحقق هذا النجاح. أنا أشكرك جزيلا باتريك لاوسون مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، نراك مرة أخرى سيدي ربما، وعامر البياتي الصحفي المختص بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شكرا لكما.